عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض على عباده حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان الإسلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله أفضل من صلى وصام وحج لله وقام، فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في رحاب المسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأيام نستقبل هذه الفريضة العظيمة وهي الحج إلى بيت الله الحرام، وكذلك هذه طلائع وفود حجاج بيت الله الحرام وصلت ولله الحمد والمنة للمسجد الحرام، فهنيئا لهم، سلامة الوصول وبلوغ المأمول، وحياهم الله وبياهم وأهلا بهم وسهلا، حللتم أهلا يا حجاج بيت الله ووطئتم سهلا، ترحب بكم بلاد الحرمين الشريفين قيادتها وولاتها وعلماؤها وأبناؤها، كيف لا وأنتم ضيوف الرحمن، فلكم علينا حق حسن الاستقبال والإكرام، وأنتم عليكم واجب عظيم في معرفة أحكام المناسك والتفرغ لأداء العبادة، وشكر الله جل وعلا على ما من به عليكم من الوصول في رحاب هذا الحرم الآمن المعظم المقدس، فواجب علينا جميعا أن نعرف آدابه وأن نلتزم الأخلاق فيه وأن نتعامل مع إخواننا المسلمين معاملة حسنة لتتحقق لنا الأجور والمثوبة من الله عز وجل، وكذلك الحكم والغايات والأهداف التي من أجلها شرعت هذه الفريضة العظيمة. وما أحسن أن نقف مع آيات الحج في سورة الحج وفي سورة البقرة، ومنها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله الآيات، إلى قوله سبحانه الحج أشهر معلومات، إلى ختام آيات الحج في قوله سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وآيات الحج في سورة الحج التي بدأها الله بقوله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، إلى ختام آيات الحج في سورة الحج عند قوله سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والمتأمل
في آيات الحج يجد أنها ركزت على مكانة الحرم، ولهذا ينبغي على المسلم أن يعرف مكانة بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي قوله سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيلاحظ هنا الإشارة إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة وعدم الإشراك بالله، لأن البيت إنما أسس على التوحيد، والحج إنما شرع لإعلاء التوحيد لله. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وآيات التوحيد في الحج جاءت في قرابة 16 موضعاً، كل ذلك على مكانة، دلالة على مكانة التوحيد، وأن على الحاج أن يعنى بالتوحيد لله. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهو شعار التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالعناية بالتوحيد أمر مهم ينبغي أن يعنى به الحاج، بل في عباداته كلها: الإخلاص لله وتوحيده وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به. لا يتوجه الحاج إلى غير الله في أداء هذه المناسك، فلا يرفع في الحج شعارات سياسية ولا نعرات طائفية ولا خلافات وصراعات مذهبية، الجميع إخوة يجمعهم الكتاب والسنة: وحدة الزمان والمكان والزي والملبس والظاهر والباطن، ولا سيما وهم في هذه الرحاب الطاهرة في هذا البيت العتيق الذي أمر الله بتعظيمه، فتعظيمه تعظيم لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالحج عبادة وتقديس لا شعارات وتسييس. الحج عبادة، عقيدة، سلوك إسلامي وحضاري وإنساني وقيمي وأخلاقي، ينبغي أن يستفيد منه المسلمون دروسا في الوحدة والتضامن والاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع على كلمة التوحيد وعدم التفرق والاختلاف، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في بداية آيات الحج في سورة البقرة قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الواو هنا عاطفة على الآية التي قبلها، وهي قوله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فيلاحظ في السياقات
أن الآيات جاءت أولا بالعقيدة والإيمان، ثم جاءت بإقامة الصلاة في أول سورة البقرة: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم جاءت آيات الإنفاق التي هي أيضا منها الزكاة المفروضة، وبعد الزكاة جاءت آيات الصيام، ثم كرر الإنفاق لمكانته، ثم جاءت آيات الحج، فهو تسلسل منطقي في أهمية أركان الإسلام وترتيبها. وأتموا، لاحظوا العبارة والسياق القرآني بقوله وأتموا، ما قال وأدوا الحج وآتوا الحج أو قوموا بالحج، لا، عبر بأتموا، لأن الإتمام فيه معنى الكمال والإتقان، فيه معنى الإتقان والإحسان. فليس المراد الحج، حج الجسد وحده، وإنما إتمام الحج بإكماله وإتقانه وأداء شروطه وواجباته وأركانه وسننه. وهذا أبلغ من قوله وأدوا الحج. ولهذا أخذ الفقهاء رحمهم الله من قوله وأتموا أن من بدأ بالنسك فإنه يجب عليه أن يتمه، ولا يجوز له أن يفسخ الإحرام إلا بعد تمام المناسك. وهذا معنى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال وأتموا الحج. الحج في اللغة القصد، ومنه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام. وفي الشرع عبادة مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، عبادة مخصوصة، وهي أداء الحج بأركانه الذي يبدأ بالإحرام وينتهي بطواف الوداع، هذه عبادة مخصوصة. ويعبر بعض الفقهاء في تعريفه بقوله قصد مكة لعمل مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة. وقولنا في زمن مخصوص، التي هي أشهر الحج، يصح الواحد يحج في رمضان ولا في شعبان؟ الحج أشهر معلومات، أزمنة، ولهذا يسمونها المواقيت. والمواقيت قسمة: مواقيت زمانية وهي الأشهر، أشهر الحج المعروفة التي هي شوال وذو القعدة، ذو القعدة بالفتح على الأفصح، ويجوز ذو القعدة، والشهر الثالث ذو الحجة. هذه الأشهر الثلاثة هي أشهر الحج. أما المواقيت المكانية فهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن، وهكذا في بقية المواقيت الخمسة. وقد جمعها الناظم بقوله: عرق العراقي يلملم اليمني ومن ذي الحليفة
يحرم المدني، وجحفة الشام أو الشام إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبيني، اللي هو قرن المنازل اللي هو السيل الكبير ويحاذيه ميقات الهدى. هذه هي المواقيت الزمانية في قوله الحج أشهر معلومات والمكانية كذلك. ثم قال والعمرة، العمرة في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة المسجد الحرام لعمل مخصوص في وقت مخصوص ولا مفتوح؟ مفتوح، في أي وقت تؤدى العمرة. هل العمرة واجبة ولا سنة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب الجمهور إلى وجوبها، إلى وجوب العمرة، فمن حج البيت أو اعتمر، حج عن أبيك واعتمر، وأنت حج وتعتمر، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ويرى بعض أهل العلم أنها سنة، والصواب أنها واجبة مرة واحدة، وكذلك الحج واجب لمرة واحدة، الحج مرة. وحينما قال سراقة ابن مالك أكل عام يا رسول الله؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. وهذا من يسر الشريعة، وأيضا من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من عمره؟ اعتمر أربع عمر، أربع عمر. هل اعتمر في رمضان؟ لا، ما اعتمر في رمضان، لكنه حث أم معقل كما في حديث أمي معقل أن تعتمر في رمضان، وقال إنها تعدل حجه، أو قال حجة معي. وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، أولها عمرة الحديبية التي صدها المشركون، صده المشركون عنها، ثم أعادها في العام القادم، وتسمى عمرة القضية أو عمرة القضاء أو عمرة المقاضاة. العمرة الثالثة اعتمر عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة مقفله من غزوة حنين من الجعرانة، والعمرة الرابعة التي حصلت في موسم الحج. أما الحج حجة واحدة وهي حجة الوداع. مما ينبغي الحقيقة يعرفه المسلم مكانة الحج، أنه ركن من أركان الإسلام، وفي الحديث بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج إلى بيت الله الحرام. ومن حكمة مشروعية الحج ما ذكره أهل العلم يعني استنباطا من آيات الحج ليشهدوا منافع له، وجاءت منافع بأسلوب النكرة في سياق الامتنان لتعم كل المنافع الدينية والدنيوية والصحية والأخروية والاجتماعية، بل حتى المادية والتجارة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الحج حفظكم الله متى فرض؟ فرض في آخر الإسلام، فرض سنة 90 من الهجرة. وهذا أيضا من يسر الشريعة، فجاءت الحكمة في تأخير فريضة الحج. فرضت أولا الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام. لماذا؟ لأن الصلاة عماد الدين وهي تتكرر خمس مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة الصلاة فيما ذكره الله جل وعلا في كتابه، ثم الصيام لتكرره كل سنة، ثم الحج لأنه مرة واحدة في العمر. وهذا من يسر الشريعة. نعم، الحج ركن من أركان الإسلام، فريضة بإجماع المسلمين،
وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، وما زاد على حج الفريضة فهو تطوع. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شروط وجوب الحج، ذكر الفقهاء أن شروط وجوب الحج خمسة شروط. الشرط الأول الإسلام فلا يصح من الكافر، الثاني العقل فلا يجب الحج على المجنون، الثالث البلوغ فلا يجب الحج على الصغير لكن لو حج فحجه صحيح وثوابه لأهله لأمه أو لأبيه الذي هو في معيته. ودليل ذلك المرأة التي رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ومن شروط وجوب الحج الحرية، فلا يجب على المملوك لأن المملوك ملك سيده وكل وقته مشغول بخدمة سيده. والشرط الخامس الاستطاعة، والاستطاعة هي وجود الزاد والراحلة كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما. والحقيقة أن الاستطاعة أيضا أعم من ذلك، يعني مثلا اليوم في تنظيم الحج وقد يكون بعض المسلمين في بعض الدول ما يأتيه الدور في الحج إلا متأخر فهذا معذور، فهو قد اتقى الله ما استطاع، من استطاع إليه سبيلا. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم، وهو من تحرم عليه، يعني يحرم زواجها منها أو زواجه منها لنسب كأبيها وأخيها وابنها أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة. هذه وجوب شروط وجوب الحج، فينبغي أن يعنى المسلمون بتحقق هذه الشروط. كذلك ينبغي على المسلم أن يتفقه أحكام المناسك وأن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه قبل أن يفعل المناسك. والملاحظ على بعض المسلمين وفقنا الله وإياهم للخير أنهم يفعلون المناسك ثم يقعون في الخطأ أحيانا في بعض الواجبات أو بعض الأركان ثم يأتون يسألون. الأولى أن الإنسان يسأل ويتفقه في أحكام المناسك قبل أن يفعلها، والعلماء ولله الحمد والمنة موجودون، وأيضا يمكنه أن يصطحب كتابا من الكتب الموثوقة في حج النبي صلى الله عليه وسلم أو في المناسك، ومنها كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، فهو كتاب نفيس جاءت فيه سياقات الحج على وفق الدليل من الكتاب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي أركان الحج؟ أركان الحج ما هي؟ أولا الإحرام، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف الإفاضة، رابعا السعي. هذه أركان الحج: الإحرام، طواف الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والبقية واجبات وهي سبعة، منها مثلا الإحرام من الميقات المعتبر له الذي يمر عليه
هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. كذلك من الواجبات أيضا الوقوف المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمرات، الحلق أو التقصير، طواف الوداع، مما ينبغي أن يفقهه الحاج. كذلك إذا أحرم الحاج، إذا أحرم فإن عليه أن يجتنب المحظورات، يسميها الفقهاء محظورات الإحرام، وهي 9 محظورات. قبل ذلك الحج هل هو عبادة مالية ولا عبادة بدنية؟ لأن العبادات 3 أنواع: عبادات بدنية محضة كالصلاة، 2 عبادات مالية محضة مثل الزكاة البدنية مثل الصلاة والصيام أيضا، والثالث بدنية مالية ومنها الحج، لأن من الاستطاعة الجسدية والقدرة البدنية والمالية. اللي ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. مما ينبغي أن يعلم أنه في الإحرام ينبغي الإنسان يحرم عن نفسه، وتجوز النيابة في الحج للشيخ الكبير الهرم أو اللي ما يستطيع أو المريض المرض الذي لا يرجى برؤه، ولا يشق الإنسان على نفسه. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيحرم الإنسان عن نفسه ولو كان نائبا عن غيره، فلا يجوز له أن ينوب عن غيره حتى يؤدي الفريضة عن نفسه، للحديث الذي أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالرجل الذي نوى أن تكون حجته عن شبرمة قال: أخ لي أو قريب لي. من شروط وجوب الحج على المرأة المحرم، وفي هذا تكريم للمرأة. بعض الناس يحسب أن هذا قصور في حق المرأة، لا، هذا تكريم له، لأن المرأة بطبعها تحتاج إلى من يعينها ويساعدها. فألزم الإسلام المحرم أن يكون معها في الحج، وإذا لم تجد محرما فإنه يسقط عنها الحج. وذكر بعض أهل العلم ومنهم بعض الشافعية جواز ذلك مع رفقة مأمونة من النساء، لكن النصوص صريحة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي سأله أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وفي الصحيح وغيره: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هذا ما يتعلق بشروط الحج على الرجال وشروط الحج على النساء. الاستعداد للحج وفضله: الحج له فضل عظيم، لكننا في الأزمان المتأخرة ومع كثرة الزحام نقول لإخواننا الذين يريدون الحج إن أبواب الخير كثيرة. فالحقيقة المسلم ينبغي أن يحرص على الحج وأن يؤثر إخوانه المسلمين الذين لم يحصل لهم الحج، وأبواب الحج والخير كثيرة، بأن ينفقها على من يريد الحج أو في عدد من أوجه الخير المعروفة. مواقيت الحج قلنا لكم أنها نوعان:
زمانية ومكانية. الزمانية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وعند أيضا الجمهور وعشر من ذي الحجة. ينبغي لمن أراد الحج أنه يحرم عند الميقات، وأيضا يغتسل إن تمكن، وهذا سنة وليس بواجب، وأيضا يتطيب في بدنه، لأن تطيب الإنسان في إحرامه من المحظورات أو بعدما يحرم. أول ما يبدأ الإنسان كما قلنا بالإحرام، والإحرام ليس كما يفهمه بعض العامة إنه مجرد الإزار والرداء، لا، الإحرام النية، الإحرام نية الدخول في النسك، وما نزع المخيط وارتداء الإزار والرداء إلا مظهر من مظاهر الإحرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. ولهذا ينوي الدخول في النسك، لبيك مثلا حجا لمن أراد الحج مفردا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لمن أراد التمتع، لبيك حجا وعمرة لمن أراد قرن الحج والعمرة. ولهذا عرفت أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المذاهب الإسلامية على ما هو أفضلها، وعند الأفضلية نرجع إلى الدليل. نجد مثلا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ونجد ما ورد في القرآن. ورد في القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فورد التمتع. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا لكنه كان مريدا للتمتع، وحج قارنا لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي فلا يحل له أن يحل من إحرامه حتى يعني ينحر الهدي. ولهذا لما كان في الصفا في المروة عليه الصلاة والسلام واعتمر أصحابه، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فدل هذا على أن التمتع هو أفضل الأنساك، وأفضل الأنساك فالتمتع، ثم قران فإفراد فلتسمعوا. طيب، التهيؤ للإحرام، التهيؤ النفسي، التهيؤ البدني، الاستعداد، تقليم الأظافر، أخذ الشعر اللي على الإنسان تطيبا لأنه وتنظفا لأنه يريد، وتطهرا لأنه يريد النسك. كذلك التطيب، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. اتفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، يعني قبل الإحرام، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم يأمر الناس به. كذلك التجرد من المخيط للذكر، والحكمة من هذا البعد عن الترفه، لأنك جاي تريد العبادة، فالترفه والاتصاف بصفة الخشوع والذلة لله عز وجل، هذا من الأمور التي ينبغي أن يراعيها المحرم. هل للإحرام صلاة؟ الصحيح من قول العلماء أن الإحرام ليس له سنة. النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالإحرام بعد فريضة الظهر، بعد أن صلى في ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، ثم ركب راحلته وأهل.
أخذ منها بعض العلماء ومنهم الحنابلة أن للإحرام ركعتين، والأمر في ذلك سعة إن شاء الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في سياق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. من الأمور أيضا التي ينبغي أن يعرفها المسلم وأن يحذرها حال الإحرام المحظورات، وهي تسعة. أولا حلق الشعر، قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى قوله سبحانه وتعالى في قوله في آية البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قوله في الآية: فإن أحصرتم، هذا نزل بمناسبة حصار النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية لما منعه المشركون، فناسب أن تأتي آيات الإحصار. والإحصار في اللغة المنع، وفي الاصطلاح المنع أو منع الحاج أو المعتمر من الوصول إلى البيت بأي أنواع الإحصار. وقد ذكر أهل العلم في معنى هذه الآية أن الإحصار يكون بالعدو، إما أن يمنعه العدو من الوصول إلى البيت، عدو إما في حالة قتال أو مثلا قطاع الطريق أو شيء. وهذه نحمد الله على وجود النعم العظيمة التي نعيشها ولله الحمد والمنة. أو الإحصار بمرض، قد يحصر الإنسان بمرض، فالمخرج من هذا إذا نوى فإنه يتجرد أو يفسخ النسك ويكون عليه هدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، شوف لاحظ العبارة: فما استيسر من الهدي، المراد التوسعة على الناس، لكنه لا يخرج عن الهدي الذي جاءت الشريعة به وهو بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والمعز. ما أقول واحد فما استيسر من الهدي تكفي دجاجة ولا أرنب ولا، لا، لابد فما استيسر من الهدي من بهيمة الأنعام. طيب، ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم جاء في قول حلق الشعر: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. حديث كعب بن عجرة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل هوام رأسه تتساقط، قاله النبي عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك، احلق رأسك. وذكر أيضا ما عليه وهي فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام في المحظور، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح ذبيحة. ولهذا ينبغي على الذين يفتون الحجاج أن ييسروا عليهم. بعض الناس مثلا في أي واجب من الواجبات تجي تستفتيه: عليك دم، جاهز، كلش عليك دم. لا، ما هو كلش عليك دم، عليك دم فيما جاءت الشريعة أو السنة بإيجاب الدم على المخالف أو الذي وقع في المحظور. لكن كل المحظورات اللي جاءت جاء فيها التخيير بين صيام وصدقة أو نسك. فالاكتفاء فقط بمجرد النسك هذا خطأ في الفتوى. المحظور الثاني تقليم الأظافر، إذا أحرم المسلم فلا يقلم أظافره ولا يقصها. لكن لو أنه وقع في خطأ، بعض الناس دائما يده في فمه في يقرض الأظفار، هذا لا حرج عليه إن شاء الله. الذي يأتي خطأ أو نسيانا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه لو يطعم مسكين عن كل ظفر أو كذا فهذا أحوط. أيضا من المحظورات حفظكم الله التطيب، الطيب اللي يحرم ممنوع من الطيب، ممنوع من أن يتطيب، سواء كان الطيب يعني بخورا أو دهنا. من المحظورات أيضا الرابع تغطية الرجل لرأسه، تغطية رأس الذكر بلبس مثلا الغترة ولا الشماغ ولا الطاقية ولا العمامة ولا البرانس ولا القلانس، أي كل هذه ممنوعة. ولكن لا يشدد الإنسان، بعض الناس حتى المظلة لا، هذه لا. إذن بملاصق، تغطية الرأس بملاصق. من المحظورات حفظكم الله لبس الذكر المخيط على بدنه، الثوب أو على بعض من القميص أو السراويل. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم، شوفوا كان الجواب عما لا يلبس. جاء السائل يسأل كما في الصحيحين ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، يعني ما عدا ذلك البس. لهذا بعض الناس يشدد على نفسه ما يلبس نظارة ولا يلبس ساعة ولا يلبس حزام، ويشدد على نفسه بشكل، لا الحمد لله الشريعة مبناها على اليسر ورفع الحرج. هل يجوز للمرأة أن تلبس القفازين وهي محرمة أو تنتقب؟ لا، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، بل ولا يجب عليها الحجاب وهي محرمة إلا عند وجود الرجال الأجانب، كما في حديث عائشة كان الركبان رضي الله عنها يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسدل إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا يعني ذهب الرجال كشفنا. فإذا كانت المرأة في الخيمة تكشف وجهها، وإذا كانت في الحرم ولا أمام الرجال في ولا عند الجمرات فهي حفظكم الله تغطي وجهها، وهذا هو حجاب المرأة المسلمة. ينبغي للمرأة المسلمة تعنى بالحجاب والعفاف والاحتشام، ولا تختلط بالرجال في الحرم في الحج في العمرة، ولا حتى في الصلاة في الحرم يعني أن تختلط بالرجال، تكون في الصفوف الخلفية، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن المحظور السادس من المحظورات نضر الله وجوهكم ورعاكم وحفظكم وبارك فيكم وتقبل منا ومنكم قتل الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قتل الصيد صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالمحرم لا يصطاد. لكن هل يحرم على المحرم صيد البحر؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، ولا يحرم على ذبح الحيوان الأليف كأن يذبح خروف ولا دجاج ولا، فلا بأس شاء. لكن لو احتاج إلى فعل المحظور، فحديث كعب بن عجرة وآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، هذا هو المخرج الشرعي. السابع من المحظورات عقد النكاح، أو جاي الحاج يحج ولا جاي يتزوج، فما هو يعني وقت للعقد أو للزواج.
عقد النكاح لنفسه أو يعقده لابنته، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا هو يعقد لنفسه ولا يعقد لبنته. موسع الله كل الحج ترى يومين ولا ثلاثة، والفرح إن شاء الله ب... فعقد الإحرام من المحظورات. ولهذا قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ولهذا ذكر أهل العلم من رفث الجماع، ومنها أيضا مقدماته والعقد الآخر. فلا رفث ولا فسوق المعاصي ولا جدال. الحج ضاق الهوش والمهاوش إلا في الحج، لهذا ينبغي للحاج أن يلتزم آداب الحج ولا يجادل ولا يكثر كلامه، بل يتفرغ للذكر والعبادة. وأنت تجد الناس حين في الحرم ولا في منى وفي مزدلفة يكثر كلامهم، وهذا من عدم مراعاة آداب الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، العناية بما يعين على تقوى الله تبارك وتعالى في الحج. ولهذا أعظم زاد هو زاد التقوى. فليحرص الحجاج الكرام وقد من الله عليهم بالوصول إلى بيت الله الحرام أن يتفرغوا لأداء المناسك، وأن يحرصوا على أدائها على الوجه المطلوب. الآن الحاج أحرم ونزل إلى الحرم من المواقيت الخمسة المعروفة، وهل هي المواقيت نصية أو اجتهادية؟ التي وردت في الحديث هذه نصية، وقد اختلف العلماء في ذات عرق، فمنهم من ذكر أنها ميقات اجتهادي في عهد عمر رضي الله تعالى، ولو كان ذاك فهو سنة الخليفة الراشد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أيها الإخوة الكرام، من فضل الله عز وجل على الحجاج أن هيأ هذه الولاية، الولاية التي تعنى بحجاج بيت الله الحرام وتهتم بهم وتحرص على العناية التامة بأمنهم وسلامتهم. وأيضا هذه الخدمات الموجودة ولله الحمد والمنة في الحرمين وفي المشاعر المقدسة، فما على الحاج والمعتمر والزائر إلا أن يخلص العمل لله ويتفرغ لأداء مناسكه ويحرص على السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. ولا يقول الإنسان: أنا حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، مع تقدير المسلم لهؤلاء العلماء الأجلاء، إلا أنهم جميعا حرصوا على اتباع السنة والرد إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي وقت البدع والمحدثات والمخالفات والطرق والجماعات والأحزاب والتنظيمات المشبوهة يحرص المسلم على التجرد، ودليله الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رحمهم الله الذي ينبغي أن نعنى به، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم عقيدتنا فيهم حبهم والترضي عنهم وعدم الوقيعة بهم ولا فيما شجر بينهم. ولا يجوز للمسلم أن يتعرض للصحابة أو يقع فيهم أو لا يترضى عنهم، بل يجب أن يترسم هديهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقد ظلت فئام من الناس طعنت
في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زوجات وأم رسول الله عليه الصلاة والسلام والطاهرات أمهات المؤمنين، ورفعوا عقيرتهم في الطعن في هذه الأمة وبث الفرقة والطائفية والخلاف والفتن فيما بينها، فكف الله شرهم ومن على المسلمين باتباع الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة، ووفقهم لأداء الحج على وفق هدي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام آمنين مطمئنين. جعل الله حج الحجاج مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وحفظهم وحفظ أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم، وجزى الله ولاة أمرنا كل خير على جهودهم في خدمة الحجاج والمعتمرين. الله الله أيها الحجاج، برعاية أمن البيت وسلامة المسلمين وعدم الإيذاء لهم وعدم التزاحم عند الأبواب وفي المطاف وعند المسعى وكذلك عند رمي الجمرات. الحج فرصة للخلق القويم والشمائل العظيمة وتجسيد وحدة الأمة على الكتاب والسنة. إن هذه أمتكم أمة واحدة. حفظ الله الحجاج وحفظ أمنهم وسلامتهم وحفظهم من كل شر وسوء وفتنة ومكروه. اللهم من أراد بنا وبحجاج بيتك الحرام وبالحرمين الشريفين وبالمسلمين شراً فاجعل شره عليه ورد كيده في نحره. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، واحفظ الحجاج وسلم المعتمرين والزائرين، واجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً، ووفقهم لأداء مناسكهم آمنين مطمئنين بكل يسر وسهولة يا رب العالمين، إنك جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.